اللي يعني ثالث هداف الدوري عبر تاريخه. عبد الله يا ولد على السيست يا ولد يا ناصر يا ولد يا عبد الله يا ولد يا ناصر، جول عن طريق صناعه الليجند عبد الله السعيد، يصنع لناصر ماهر واحده من ناصر ماهر، يغالط البلعوطي. ودايما كلمه السر عند عبد الله السعيد اللي قلت عليه اول انفلونسر في كره القدم المصريه بلهجه وبلغه السوشيال ميديا المستحدثه بهذا الزمان، واحد من العشره فولورز اللي معاه في الملعب هو ناصر ماهر، يتحرك ويفضي نفسه من الرقابه ويسرق الجميع وكانه بيسدد ضربه جزاء. هدف من تسجيل وتوقيع ناصر ماهر يفتتح به سجل الزمالك التهديف بعد صناعه من الليجند عبد الله السعيد. ما شاء الله ما شاء الله يا عبد الله، من احسن المطبقين للحديث الشريف ان لبدنك عليك حق. السواد الاعظم مننا مهمل في حق بدنه، لكن شوف عبد الله وقد قارب على الـ40، ما شاء الله تغذيه سليمه، لياقه بدنيه ممتازه، حيويه ونشاط. والامر بالمناسبه لا يتعلق بالقدره الماديه، الامر يعود للثقافه والعقليه. ودي ناصر ماهر يا وانور، مر من بنتايج، مر من بنتايج ولم يتردد محمد عادل في احتساب ضربه جزاء، حطه في ظهره يا وانور بسرعته وبنتايج يتسبب في ضربه جزاء. بنتايج رغم مسيرته القصيره مع نادي الزمالك تاني ضربه جزاء يتسبب بها، تتذكروا لقاء بيراميدز، خلاص حطه في ظهره وخلاص. جوزيه جوميز بيقولوا نو بينالتي، جوزيه جوميز يتقمص دور الفار بيقولوا نو بينالتي، لكن اللي محتاج يقولوا نو بينالتي ويتكلم معاه محمد سلامة حكم الفيديو، مش بس يقولوا نو بينالتي، هو يقوله من وجهة نظري تعالى شوفها، ما يقولوش نو بينالتي، يقوله في شك تعالى شوفها. زحمة كتير حوالين محمد عادل، محمد عادل قلت لحضراتكم، محمد عادل قرار ايه؟ ليه لعيبة البنك بيتكلموا؟ هل كانوا عايزين انذار؟ هيسيبوها لأسامة فيصل ضربة جزاء. عواد هل يمارس هوايته في التألق زي ما تصدى القائم وعواد لركلة رمضان صبحي في لقاء بيراميدز؟ هنشوف. جوزيه جوميز متضايق متضايق، نو بينالتي، عمال يقول نو بينالتي، بيشوفوها على الايباد وقالوا ما فيش حاجة. الغلطة ان بنتايج ياو النور حطه في ظهره، محمد هلال هو اللي هيلعب مش ياو النور، هلال هلال وعواد، هلال وعواد، هلال وعواد، هلال من اجل التعديل وعواد من اجل الحفاظ على النتيجه والكلين شيت. هلال يا ولد يا ولد يا ولد يا محمد يا هلال، ثبت محمد عواد وسجل هدف التعادل للبنك الاهلي من ضربه جزاء لم يتردد في احتسابها محمد عادل، هدف التعادل للبنك الاهلي عن طريق محمد هلال. ناصر 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 عمل العرضيه، الناصرين الناصرين، الاول ماهر والتاني مش منسي، ده التاني بيتذكره جمهور الزمالك، فرد فرد عن ظهر قلب. الناصرين يسجلوا الهدف الثاني، من الماهر للمنسي يسجلوا الهدف الثاني. قلت الزمالك طوال تاريخه امتلك ثلاثة ناصر، منهم اثنين فوق أرضية الملعب، ناصر عبد اللطيف الجول كيبر، واثنين فوق أرضية الملعب حاليا. والزمالك ما يستغرقش الأمر مع أكتر من ثلاث دقايق عشان يسجل عن طريق ناصر ماهر اللي يعمل أسيست. وناصر منسي يا ولد على التمركز يا ناصر، يا ولد على التمركز يا ناصر، يا ولد على الأسيست يا ناصر يا ماهر. يسجل ناصر منسي الهدف الثاني بعد هدافات من جمهور الزمالك الدوري يا زمالك، واحنا في الاسبوع الاول في الدقيقه 52. لكن ناصر ماهر وعبد الله السعيد منافسه لذيذه على مان اوف ذا ماتش، واحد عمل اسيست والثاني عمل اسيست وسجل هدف، والثاني عمل اسيست وسجل هدف. ادي التسلل، مفيش تسلل اطلاقا، مغطي هنا الجزار وناصر منسي وأسامة فيصل، أسامة الياو النور، اثنين على واحد، غريبة جدا، خروج مميز من عواد وركلة جزاء للمرة الثانية والمتسبب فيها ياو النور. ايه الحكاية؟ ايه الحكاية؟ وازاي بقى اثنين؟ ازاي المشهد ده أصلا حصل؟ ازاي المشهد ده حصل؟ ضربة الجزاء سابها أحمد ياسر ريان بعد ما قلت إحصائياته وأرقامه، يسيبها لمحمد هلال، هل يلعبها بنفس الكيفية؟ في توقيت صعب، في توقيت صعب، وقلت جمهور الزمالك نفسه الهدف يتغط لكن ما تغطاش الهدف، ومحمد هلال يستعد لتسجيل تاني اهدافه الا اذا كان عواد راي اخر. هلال وعواد يحطها يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، محمد عواد يدرك هدف التعادل لصالح البنك الاهلي، اثنين الزمالك اثنين البنك الاهلي، نجمي اللقاء ناصر ماهر وياو النور.
واحد يسجل ويصنع والتاني يتسبب في ركلتي جزاء. ماتش فيه ندية بالغة، دوري صعب، موسم صعب. ادي ياو النور وعواد، يعني كان ممكن لو كش ايده عواد كان فيه اكتر من زميل ليه في الحالة الدفاعية، لكن عواد بخبرة ياو النور يسجل محمد هلال هدف التعديل لصالح نادي البنك الاهلي. كما لو كان النقطة دي اللي هتقعد البنك في الدوري، استقتال على نقطة. ادي الكرة ومحمد عادل يقول فاول، لكن قبل الفاول هل لمست ايد لعيب البنك الاهلي؟ لسه هياخد وقته وفي فار وهنشوف محمد عادل هيشوف ايه، هنشوف محمد عادل هيقرر ايه. قبل الفاول، هل الفاول اتعمل مع احمد ياسر ريان قبل ما الكرة تلمس ايده؟ ادي الكرة ولا ده نيمار؟ هل الفاول الاول ولا لمسة الايد الاول؟ الفاول الاول، والله الفاول الاول ولا لمسة الايد الاول محيرة شوية، محيرة شوية. محمد عادل بالتأكيد بتشيك مع الحكم الفار. محمد عادل يرجع بالخبر اليقين لجمهور الزمالك ولا يرجع بالنبأ السار لضربة جزاء؟ ضربة جزاء، محمد عادل يدي ضربة جزاء. قلت لحضراتكم التوقيت مهم جدا، هل لمسة الايد الاول ولا ولا الاحتكاك تم الاول؟ محمد عادل شاف ان الاول نيمار لمسها بايده ثم جاء الاحتكاك، وبالتالي الاحتكاك ما خلاش ناصر شوف هنا الكرة، لمس ثم الاحتكاك. ادي الكرة من الزاوية دي، وادي التدخل من ناصر منسي، وضربة جزاء شافها محمد عادل شرعية وصحيحة لنادي الزمالك. ضربة جزاء لنادي الزمالك. هل عبد الله السعيد هو اللي يسجل هدفه 130 في مسيرته في بطولة الدوري العام وهدفه الثالث هذا الموسم وربما ينصب نفسه مان اوف ذا ماتش؟ هنشوف، ولا البلعوطي هيكون له رأي آخر. سيناريو هيتشكوك، لما كانت الدقيقة حاجة و80 قلت هل نشوف هدف ثالث في التسعين بلس؟ عبد الله السعيد في لقاء ركلات الجزاء وضربات الجزاء، وقلت بالتعديل الجديد دخول أي من لاعبي الفريقين ما يفرقش إلا إذا كان ليه تأثير، إلا إذا كان ليه تأثير، والتأثير يعني هيبقى إنه لعب عمل الفولو. التأثير هيبقى عمل الفولو سواء مهاجم أو مدافع. عبد الله والبلعوطي، عبد الله والبلعوطي، عبد الله يا ولد يا ولد يا ولد يا عبد الله، جول عبد الله السعيد. اي ثبات واي هدوء واي ثبات انفعالي واي شياكه واي اناقه يحطها عبد الله السعيد عشان تشتعل مدرجات الثالثه يمين، والزمالك يتقدم بالثلاثه على البنك الاهلي، ثلاثه الزمالك اثنين البنك الاهلي، في واحده من اجمل لقاءات الاسبوع الاول. عبد الله السعيد يصنع الهدف الاول ويسجل الهدف الثالث، والليجند الاسطوره عبد الله السعيد الاسطوره الحيه يوصل ل 130 هدف كثالث الهدافين التاريخيين في الدوري المصري الممتاز خلف العميد حسام حسن وخلف الشاذلي. وعبد الله السعيد يسجل اول اهدافه هذا الموسم وربما احد اغلى الاهداف للزمالك، لانه هدف بشكل كبير ممكن يبقى بثلاث نقاط، بشكل كبير ممكن يبقى بثلاث نقاط. حطها، شوف شوف حطها ازاي، حتى والبلعوطي رايح معاه ما قدرش يعمل ليها حاجه. اول انفلونسر في تاريخ كره القدم المصريه بمفهوم السوشيال ميديا في العصر الحديث اللاعب عبد الله السعيد.